تكتب في شيكات سون بروفيزيون هكا ولا هذا اش قاعدين نعملوا انت كمواطن تكتب غدوه شيك سون بروفيزيون تدخل الحبس جو تروف سي ان غوفرنمون ايريسبونسابل علاش فما دو دراغ ياخذها وقت يبدا فاهم الغوفرنمون ما عادش يقف هي لوندتمون كونتينيو وثاني حاجه لا موفيس فيسكاليزاسيون اش معناه تدخل في الديون وتصرف سميه تاكس اند سبان تاكسي وصرف اون فوا دخلت في الطريق هذا ماشي كان الفايت ثاني حاجه لازم